صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد أن بلاده لن تتنازل على حق استخدام القوة في تايوان، حيث أضاف في كلمة خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي يعقد كل مرة كل 5 سنوات أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعرضت استقلالها، حيث شدد الرئيس الصيني على أن بلاده لا تسرع بناء جيش على مستوى عالمي حيث يعزز قدرتها على بناء قوة ردع استراتيجية.